السلام عليكم للجميع. احنا اليوم موجودين بمقبرة يزور بمنطقة يزور. هنا في مقبرة تاريخية قديمة كتير، جد قديمة كتير. هذا المبنى اللي موجود هنا بيزور، المقبرة هي كانت عند الشقة الثانية، شت الشارع الثاني. قطعوا المقبرة هنا بشارع يزور اللي بودي على اللد والرملة، وهذه المقبرة الموجودة هنا. تعال نشوف هون ايش بروح هذا المبنى. هناك في 7 قبات بالشارع الثاني، الشقة الثانية في 7 قبات. هنا في مقابر، في هي قبر، انا واحد انا شايف قبر هنا واحد، وهنا في كمان واحد قبر. وانا بحكي يا جماعة في قبور، في زي ما انتم شايفين في قبر هناك، وفي قبر هنا تحت الشوك والشجر هنا، الشوك اللي بيرتفع كل ماله بيزور هنا. هناك في 7 قبات الشارع الثاني شت يزور، هذا 7 قبات هناك البيض هذول اللي كنا بنشوفهم بنمر من هون من يزور نطلع على اللد رملة كنا بننبع على الشيء هذا. هاي مقبرة برضه، مقبرة إسلامية، في هنا كثير شجر وشوك وشغلات زي هيك اللي بيرتفع كله الشوك هذا، وفي قبور الموجودين تحت الشوك. أنا أنت شايف هاي في قبر هنا، وفي قبر موجود هناك، وقبر فوق والمبيت فوق. وهذا المحل انه هذا كان مقبره للشقه الثانيه، للشقه الثانيه شت الشارع كله كان مقبره، هذا شت اسلام. هناك اللي 7 قبات هذا بطل، كان مره جامع وبطل جامع، صار بيت كنيسه، عملوه بيت كنيسه. في سمعت انا كمان هناك في قبور، لما نروح هناك بنشوف ايش بيصير كمان هناك. وهي المنطقه شت يزور، يزور الكل بيعرفها، احنا بنمر هون عاده كل يوم، نمر من الشارع هذا لد رمله يافا الشقه هذه ثم تخولون. وهون هذه كانت مقبره، مقبره اسلاميه. احنا بنفكر انه انا بلفلف بالقبور بمحلات مقابر وشغلات زي هيك، انه قديش في عندنا احنا مقابر، بس المشكله شتنا انه ما بنهتمش فيهم، عن جد بنهتمش انه هدول اراضي شتونا اللي اندفنوا فيها علم مسلمين عرب، وكيف احنا بنهتمش للشغله المواضيع هاي، انه سايبين المقابر هيك بالوضع هذا، انه في كثير شوك وكثير زباله وكثير شغلات بتروح هنا، واحنا سايبين الشيء هذا. هون في بنادم اللي بزت زبالته الحديد شيته، بيشتغل بحديد، بزت كل زبالته على المقبره هنا. وهذه مقبره، هذه تعال نحكي دغري، هي مقبره، هي مش ارض فلته وشغله زي هيك، هذه مقبره. إيه خساره انه عندنا شغلات زي هيك واحنا سايبينها، عن جد خساره. لازم نشوف ايش القصه المقبره كمان هاي شت يزور، ونجيب العلم ننظف المقبره هاي، ونعمل الشغله بالمقبره، نسكرها منيح زي ما لازم، ونشوف ايش حقنا وناخذ بالارض هنا، انه نبعد الشخص اللي بزت زبالته هون، نبعده للشتا، وهو بقى ما زتش زبالته على الارض شتنا هاي، ونرمالنا نحافظ على المحلات هاي شتونا، نحافظ عن جد لازم نحافظ. هاي في هناك كمان قبر موجود تحت الشوك، في كمان قبر هي هون موجود، وهنا كمان قبر موجود. صار الشغلات هي احنا بندفعناش عليها، هاي لازم نعلم اولاد ولادنا انه هدول محلات شتونا، ولازم نهتم فيهم، لازم ندربن عليهم وما نفرطش فيهم، هدول اشياء بتفرطوش فيهم، مش لازم نفرط في محلات زي هيك. ان شاء الله بصير خير.